يشارك سعادة النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب بالمنتدى 14 لحوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة تحت شعار عالم واحد وشبكة واحدة ورؤية واحدة، والمنعقد في العاصمة الألمانية برلين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من برلين سعادة النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة الدكتور هشام، ما هي أهمية المشاركة في هذا المنتدى الدولي وما هي أبرز الأجندات المطروحة في هذا المنتدى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمس عليكم بالخير. طبعا كانت مشاركة وفد مجلس النواب البحريني في منتدى حوكمة الإنترنت المقام في برلين مشاركة إيجابية ومهمة. طبعا كانت أهم المحاور الموجودة اللي هي الخاصة بالتشريعات الخاصة بحوكمة الإنترنت، من تشريع وتعديل القوانين بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة وما لا يتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقيات ومبادئ حقوق الإنسان. كان من ضمن المحاور أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العملية الانتخابية وخصوصا التصويت الإلكتروني، والحد من انتشار الأخبار الكاذبة عبر التكنولوجيا الحديثة بين قوسين التواصل الاجتماعي، وهذا اللي منتشر في كل الدول خصوصا أثناء العملية الانتخابية، بحيث أن لا يكون لهذه الأخبار الكاذبة تأثير سلبي وعكسي على مصداقية الانتخابات. وكان أيضا من الأشياء الجميلة أن في عرض تجارب لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتعاونها مع الشركات العالمية في سبل وآليات بناء ثقافة بالمجتمع لتمكين الفرد من تصنيف الحقيقة والكذب من المعلومات، بحيث لا يكون مجرد متلقي سلبي لهذه الأخبار. فالحمد لله يعني كانت مشاركة إيجابية وتختتم اليوم إن شاء الله. نعم، كيف تنعكس هذه المشاركة على يعني تطوير العمل البرلماني من حيث التواصل مع يعني المنظمات الدولية المعنية بشؤون متعلقة بالعمل البرلماني اليومي لكم؟ اي اهم شيء طبعا احنا نستفيد منه كنواب اللي هو الجانب الخاص بالتشريعات. الان للحظه ان في تطور في انفجار معرفي وتكنولوجي كبير. هذا الانفجار المعرفي التكنولوجي يتطلب انه يكون في تشريعات تعديل القوانين بحيث ما تتعارض مع قوانين البلد السائده. فاحنا لما نكون كنواب نطلع على هذه التجارب ونشوف هذه القوانين نحاول نعكسها بما يتناسب مع ثقافتنا العربيه والاسلاميه في مملكه البحرين. نعم، من برلين سعاده النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق.